آخر حاجة برنامج وعي، وهو البرنامج الذي يكافح الأمية لاكتشاف المبكر للإعاقة، البطالة، إهدار المياه، ختان الإناث، الزواج المبكر، الهجرة غير الشرعية، كل الموضوعات والمشكلات التنموية المتأخرة اللي بتؤثر على الاستثمار في البشر، واللي بتؤثر على إجحاف لحقوق إنسان الدولة أطلقتها في سبتمبر 21. علشان كده إحنا من خلال الجمعيات الأهلية والمتطوعين، إحنا عندنا في صندوق الإدمان 30,000 تانيين، وعندنا للجمعيات الأهلية ما يقرب من أكتر من 220,000. فالحقيقة إحنا، أنا مش همشي يعني على أنا همشي سريعا على الحملات، لكن إحنا بدأنا الوعي بتدريب رجال الدين الإسلامي والمسيحي مع بعض علشان نوحد الرسائل حوالين تشكيل الوعي الاجتماعي، ما يبقاش الرسائل الدينية بتقول حاجة والرسائل المجتمعية بتقول حاجة تانية. وأيضا المناطق الريفية والناس البسيطة أكثر تأثرا برجال الدين، فبننسق معاهم، والحقيقة بنسجل لهم دار الإفتاء كل الشكر والتقدير، والأزهر الشريف والكنيسة. لأن إحنا خدنا اعتماد من دار الإفتاء لكل قضية من قضايا وعي، كل قضية من دول عملنا فتوى من الإفتاء بتوقيع من الدكتور شوقي، علشان بنعلقها ونطمن الناس إن ختان الإناث حرام، أو إن إجحاف بأنثى، إن عدم الزواج المبكر أفضل للفتاة، وهكذا. دي البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية اللي سيادتك كنت وجهت بيه لخفض درجات الطلاق. هي احنا عندنا جزء اعلام اجتماعي، وعندنا جزء اعلام ميداني من خلال الرائدات، وعندنا جزء على منصات. ده حملة مناهضة ختان الإناث، حملات الستاشر يوم لمناهضة العنف ضد النساء، حملة عشان ولادكم احسبوها صح اللي وصلت تقريبا لاتنين مليون وتلتمائة ألف أسرة، حملة جوازها قبل 18 يضيع حقوقها لمناهضة زواج الأطفال، اللي وصلنا فيها لاتنين مليون سيدة ميدانيا، والاتنين وخمسين مليون على منصات التواصل الاجتماعي. الحملة دي مش بتاخد وقت وتنتهي، الحملة دي مستمرة حتى يعني نطلع بنتائج ملموسة ونحس في تغيير لمؤشرات القضية. عشان كده فندم بنطور المرصد الأسري اللي بنقدر نرصد منه قد إيه، والقضايا دي كلها بنشتغلها كمان في تنمية الأسرة المصرية عشان نقدر نرصد الخفض أو التحسن في هذه البيانات. أيضا تطوير مناطق بدائل العشوائيات والتغيير المجتمعي، برنامج اتنين كفاية، حسابات وزارة التضامن الاجتماعي على الفيسبوك وصلنا ل 43 مليون شخص وصل إليهم محتوى الوزارة وحملات وعي، أنتجنا 100 فيلم فيديو إعلام مجتمعي في قضايا مختلفة بنطرحهم في جمعياتنا ومع رائدتنا، وصلت نسبة المشاهدة ل 28 مليون مشاهدة لفيديوهات، وهو ده الإعلام المجتمعي. عملنا دراما كمان أكتر من مسلسل، عملنا العبقرة قادرون باختلاف مع الأستاذ عصام يوسف، وأعتقد ساب تأثير إيجابي جدا إن القادرون باختلاف يستطيعوا أن يكونوا عبقرة أيضا. ده عملت الأطفال، برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة في بعض القرى اللي فيها خلافات ممكن تؤدي إلى تطرف، والأولويات المستقبلية أخيرا إن إحنا نتمنى إن إحنا زي ما عملنا في الأسمرات بمنهج مركز، منهج نتبنى منهج مركز خدمات موحد للخدمات المتكاملة، وده اتكلمنا فيه مع الدكتور عاصم وهو مشكور، قال هنوفر لكم أماكن في المناطق الجديدة تبقى عاملة زي مركز خدمة مجتمع. تطوير آلية موحدة للحماية الاجتماعية، ودي بدأناها مع وزارة الاتصالات. التوسع في المشروعات الحرفية والإنتاجية، صناعية مصر، وبنصدر بطاقة حرفي عشان نقدر ندخله فيها معنا الحماية التأمينية. توفير إقراض آمن للأسر محدودة الدخل، مع التطوير اللي بيشهده بنك ناصر الاجتماعي إن شاء الله في خلال عام يكون عمل نقلة في البنية التحتية والتكنولوجية بتنسيق أيضا مع البنوك. توسع في منظومة كفالة الأطفال، وغلق مؤسسات الرعاية، حوكمة التبرعات من خلال منصة يسر وقاعدة بيانات المستفيدين مع المؤسسات المعنية، إطلاق استراتيجية التطوع. إحنا وزارة غنية بناسها، بنقول دايما علينا الوزارة الغنية الفقيرة،
عندنا ناس كتير قوي بنخدمها. نقدر، انا ضد، احنا ضد الخدمة المجانية المطلقة الا لو كانت تذهب الى غير القادرين. فبيأثر هذا الكرم غير المحسوب، بيأثر على جودة الخدمة مع الوقت. علشان كده قلنا هناخد يعني مبلغ بسيط من كل أسرة، وغير القادرة ندعم الأسرة مش ندعم الخدمة بشكل مطلق، عشان نقدر نبقى وزارة غنية. أنا شفت امبارح مليارات كتيرة جدا، حسيت إني فقيرة جدا يعني. ففي طبقية في الوزارات يا فندم. استثمار الأصول وتنمية الموارد، الموارد بالشراكة مع القطاع الخاص والأهلي. بدأنا ندخل أكتر في، إحنا عندنا أصول غير مستثمرة، بندخل مع القطاع الخاص، ممكن ندي لجزء بنك، لبنك الكارفور بيأجر المكان، ناخد الموارد ونصرف عليه من الخدمة. فيعني بنحاول نتوسع تماما في فكرة الاستثمار. عملنا إدارة اسمها استثمار وتنمية الموارد، التوسع في برامج التوعية الأسرية والمجتمعية، وأيضا تطبيق مؤشر العمل الأهلي المصري وأكاديمية العمل الأهلي اللي إن شاء الله بننسق فيها مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بالدكتور رشا راغب، لأن إحنا في حاجة شديدة إلى تطوير قدرات العمل الأهلي حتى لا ينتهي بينا إلى حوالي 200 جمعية قوية وبقية الـ 34 ضعاف. بختم إن بالوعي مصر بتتغير للأفضل، وبقول الحكاية هي حكاية شعب وهي حكاية وعي، وإن شاء الله يعني من الوعي للشعب ومعه نخلي الحكاية جميلة ومستمرة وفي تحسن دائم. بشكر حضرتك يا فندم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا للدكتورة نجيم القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.